مرحبا حبايبي، كيفكم؟ فيديو اليوم غير. أول شي أعرفكم على حالي، اسمي ريم وبيقولوا لي رموشة. انولدت ب29 يوليوز، واللي صادف تأسيس وكالة الناسا، يعني كان لازم أصير رائدة فضاء. أحب الفراولة كتير. أحب الفراولة، فراولة فراولة، أحب الفراولة. يلا نرجع لموضوعنا. أبغى أحكي لكم المسار اللي قطعته باليوتيوب. وكيف دخلت لعالم اليوتيوب؟ عارفين الكورونا وأيام الحجر الصحي؟ كان عندي ملل شديد. خلصت كل المسلسلات وقاعدة، حتى جابني فكرة ليش ما أعمل قناة؟ فعملت القناة وتحمست وابتديت بكل ما يخص الموضة، عشان أنا بحب هذا المجال الخاص بالفاشن. فكنت أحط فيديوهات كتيرة، بس صراحة ما كان في تفاعل، فقلت أغير المحتوى. عملت كتير مواضيع من غير تفاعل، دايما قناتي كانت فاشلة، ما بعرف ليش. وبعدين بما أني أحب الرسم، قررت أعمل محتوى رسم أنيميشن، وسويت كتير فيديوهات بس ما كان في تفاعل، رغم أني أتعب كتير في تحضير هذول الفيديوهات. ليه؟ بس قررت ما أوقف، لأني بحب الرسم والأنيميشن، عشان بلاقي فيه عالمي الخاص والممتع. يعني حتى لو أنه هذه الفيديوهات مو ناجحة وما بتلاقي تفاعل، أنا أحط فيديوهات لأني عن جد أحب الرسم وأحب أسوي فيديوهات والمونتاج وكذا. ولو أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك واللايك عشان نكبر عائلتنا، وأحبكم يا أحلى عائلة.